السالبة دي أو السلبية دي هل ممكن تعديلها تطوعها بخبرتك؟ هل يمكن النقلة المطلوبة بقى؟ يعني الناس دي ممكن يكون جيل جديد من رجال أعمال، من رجال الصناعة، جيل واعد طموح، جيل بيجي هنا يتكلم بالإنجليزية ويناكف ويشتغل ويخش في شراكات، ربما الجيل القديم كان أقل احتكاكا، لكن هو كان جيل يتسلح بالخبرة وبالحكمة وبالعقل. دول عندهم الطموح وداخلين المحيط زي ما بيسابقوا في المحيط. تمام. أنا ليا رأي، يعني أتمنى إن يتخلق كيان في وزارة الصناعة يحدد زي ما حضرتك كده قال باشمهندس محمود، مثلا الصناعة دي مثلا المواسير النحاس بتشكل بنستورد ب 200 مليون دولار. هنا بقى يبقى ترابط الوزارات مع بعض. بمعنى؟ بمعنى ايه؟ المعلومه دي بتيجي من مين؟ مش من وزاره الصناعه، الناس ان هي مسؤوله عن الصادرات والواردات دي من الجمارك. استوردنا السنه دي ب 200 مليون نحاس. يعني انا السؤال الحقيقي، يعني لو انا مكان مدير الجمرك هروح عامل علامه استفهام. يعني مزبوط؟ خلينا نظره كده من فوق. والله احنا الحاجات اللي بنستوردها دي والكلاسيفيكيشن ده، والله ده الويت بتاعها كبير، حتى لو صغير، بس إمكانية اللي أنا أستغنى عنها استيرادها، عندي كيانات زي شركة إم أو شركات تانية أو أي شركات في مصر، مين اللي يتبناها؟ وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة التخطيط، بالتنسيق مع إيه بقى؟ مع وزارة البحث العلمي والتعليم والكلام ده، يعني أساتذة الجامعة، عشان نشتغل على ده. أساتذة الجامعة السبيكس نفسها، الستاندر سبيكس دي بتتحط المسطرة، والمنتج بتاع كل شخص بينتج يجي حاجة على المسطرة دي، يجي على المسطرة دي ويشرف عليه، منها بتقومه انت ناقص لك 70 وبتساعده. بيوصل ايه بقى؟ انت بتكده من دون ما تشعر بتنافس المنتج العالمي وانت قاعد في بلدك من غير ما تشوف المنتج، لان هو اساسا ماشي على المسطرة دي. الستاندر عالمي، يعني مثلا يقول لك ستاندر اي تريبل اي، مثلا اي تريبل اي نمبر كذا بتاعت النحاس، المفترض النحاس اللي يستخدم في المحول ليها موصفة وليها رقم والدنيا كلها عارفاها خلاص، والمفروض يحصل فيه السبيكس 1 2 3. مين اللي يعرفها؟ اساتذة الجامعة والكلام ده. يبقى الناس دي بقى دي فوق كيان يتخلق، يبقى السايكل كاملة كده، اخد الراجل اللي هو بيعافر وبينحت في الصخر ده، تعالى طالما اجتهد هنقول لك العلم بيقول ايه، وهنخليك تنتج زي المصفى العالمية، والدنيا كلها تبقى معاك لغاية ما تقع. هو ده السبيل الوحيد للوصول للعالمية، ده اللي رأيي. يعني بتقديرك الفرص قائمة وواعدة؟ قائمة طبعا. ان شاء الله مكملين. ايوه مكملين. ده يعني ايه؟ بيسموه ايه؟ ما في شروط موضوعية ان انت تكمل؟ اكيد طبعا. ولا انا غلطان؟ ومساعدة الدولة طبعا اكيد. يعني انا اقصده طبعا، ما انا تقول لي مكملين فنفرح اوكي، بس انت عشان تكمل، عشان تكمل الادوار الكبيره او الادوار اللي جايه لازم مساعدات كتير، محتاج 1 و2 و3. ولا انا غلطان؟ وبالفعل احنا يعني انت محتاج قرارات بصراحه، محتاج قرارات جريئه، قرارات. يعني خلينا نتكلم بصراحه شويه، يعني انت عايز محتاج قرارات جريئه، قرار سريع يتاخد. نسيبنا بقى من العناوين والحاجات اللي بتحصل. مثلا النهارده في قرار طلع النهارده، بعد ما كان عندنا النهارده مساء، النهارده عندها ميزه النهارده بتاخد 8% 8% في يوم وليله. تقصد القروض؟ القروض المبادره، بناخد مبادره 8%. المبادرات دي اتلغت اعتقد، او لغاها البنك المركزي. اتلغت البنك المركزي ونزل بعدها قرار وزاره الماليه قالت من حوالي شهرين 11. انها نزلت 11%. هتعمل مبادره ب 11. تيجي تتكلم بقى البنوك، القرار ده فيه مش موجود. يا جماعه ده وزاره الماليه طلعت قرار قال لك ما حتى الان البنك المركزي احنا بنسمع زيكم. يعني طب القرار ده فين؟ مش عارف يعني، يعني بتقديرك ان الامر محتاج مبادره منطقيه، تدرس السوق وتخش عشان توفر رؤوس اموال. فعلا احنا مش هنقدر نعمل ده لوحدنا طبعا. منين النهارده؟ خد بالك انت مش واخد المبادره دي كمان فيها حته تريكي شويه، ان هو قال ان فيها جزء كبير جدا وركينج كابيتال، يعني راس مع عامل، يعني انت ايه يعني لازم تسدده كل 3 شهور. خدمات، يعني انت لكن اللي هو بيعمل كابيتال كوست بينشئ مصنع. لا ده موضوع تاني، ده حاجه صغيره جدا. لا ده موضوع تاني، احنا بنتكلم على الاقل في الماتيريال 11%. هي انت عشان ايه الاوبريشن بتاعك الوركينج كابيتال؟ صح. عشان انت النهارده وليس قرض ان انت تبني مصنع. صح. انت بتدخلك النهارده انكم، النهارده مثلا النهارده ونفرض 10 مليون دولار، انا اخدهم راح استثمرهم في مكان على الاقل اغطي ماتيريال،
يبقى على الاقل اخد فلوس البنك اغطي بيها ماتيريال والانكم بيجي تاني احطه في مكان، بس على الاقل يبقى اغطي جزء. انا عارف ده بيساهم بقى في كده. بس انا بقصد ايه، لو انت عايز تطلع 11% اللي هو كلام لسه ما اتفعلتش يعني لازم دي تتفعل ايه تاني؟ طبعا هو المبادره يعني هتزقنا، هتزقنا كلنا. احنا كنا يعني انا وغيري والمهندس محمود والشيخات كلها كنا شغالين بمبادره ب 8% وناجحين بيها كويس قوي، وكانت ناجحين. نجحنا جامد كويس قوي، نجحنا جامد طبعا. لكن طبعا الموضوع جه اثر فينا يعني، حاليا الموضوع مأثر. هنتكلم النهارده في 20% النهارده، انت بتكلم النهارده من 8% 20% 12% فرق على حساب مين؟ اكيد مش على حساب العميل يعني، كيف في الاخر على اند كوست في الاخر. هو حديث الصناعه يحمل بشرة يعني، يعني احنا بنتكلم دلوقتي يعني هم متفائلين وانت من جيل متحفظ شوية، وده حقك، انت عندك تجارب كتير وهم ربما يكون صادفهم تجارب ناجحة في البداية فمديهم عزم وقوة. انا متفائل برضو، متفائل في حتة لو احنا فعلا كل واحد عرف نقط ضعفه وبقينا صرحة وبنتكلم على زي ان ننجحها سوا، ومش ممكن النجاح يبقى منفرد، لازم يبقى معروف السايكو كلها زي ما قلت لحضرتك كده، بداية من وزارة الصناعة، وزارة التعليم. يعني ناخد حتى الموضوع من مبادرة 11% في جزء وركينج كابيتال هيساعد الناس اللي هي الاكزيستنج اللي شغالة تمام. طب الناس اللي كانت فاتحة ان هي عايزة تنشئ مصنع جديد، عايز يعمل اكستشينج، عايز يعمل، عايز يعمل مصنع، يعمل فرع، يعني هيعمل كابيتال كوست، لازم اعمل له سياق تاني، لازم بقى تبص له مين دول وتشوف البريوريتي ايه بقى، اولويه الناس دي ايه. لا ده مصنع مهم وعنده سوابق كمان، سوابق في الانشاء وسوابق في التصدير وسوابق في الانتاج. ده اساعده ازاي؟ ده انا ساعده ونص بس، ده كمان عايز يتساعد، ما يتقالش انا عملته مبادره وخلاص واستفاد يعني الاستفاده، انا لازم اساعده عشان يكمل، ما انا عايزه يكمل. بالظبط بالظبط، يعني هو يعني اقصد يبقى فيه نظره شويه فيها تفاصيل هتتصرف الفلوس دي على مين ومين ومين، وانا بقول مين ومين، شايف من فوق بقى نظره انا بستورد ايه، ده يساهم معايا في عدم الصراده. ايوه اللي هو اللي هو يعني القرش في مكانه بالظبط من فوق. ده يجري له بسرعه، لان ده لو اشتغل هيوفر عليا كذا، وده لو اشتغل كذا. كنت متصور ان انت اللي متفائل، تضح ان صديقك اكثر تفاؤلا. لا طبعا انا بص انا ما انكرش ان في ازمه حاليه مش مصر بس على فكره، الازمه دي في العالم كله، عشان كده حتى هتلاقي المعرض كله جاي يتكلم على فكره دور في جيوبك اللي هو بالبلدي كده. انت النهارده كان النهارده لازم تلاقي حل بديل. النهارده اسعار الطاقه كلها عاليه، النهارده اسعار الخامات كلها ارتفعت النهارده، مش مصر بس على فكره، في العالم كله. حتى احنا النهارده عارضين سوليوشن، حتى او عارضين مقترح كده بنعرضه دلوقتي حاليا على وزاره الكهرباء، ان احنا النهارده عندنا كميه اهلاكات كبيره جدا في المحولات. كانت بتتباع خرده، المحولات دي النهارده ثمنها قد ايه؟ انت المحاول النهارده اللي بتبيع خرده النهارده بتبيعه تقريبا ب 5% سعره، هو قصته النهارده المحول سي مثلا كان ب 100000 جنيه النهارده ثمنه 500000 جنيه، انت بتبيعه خرده ب 20-30000 جنيه. المحول ده لو اتعمل له اتاهل واتصلح واشتغل تاني طبقا لكل الاختبارات الجديده وكل حاجه، خد عليه الجرانتي اللي انت عايزه من سنتين والاخره، هتوفر بالميت من 30-70% توفير. هو ده بقى اللي دوت في جيوبك، على بدل ما ارمي المحاولات دي حتى شغلها، هتوفر مليارات. المقترح ده على فكره احنا بالفعل وقدمناه فعلا وزاره الكهرباء دلوقتي، مقترح قيد الدراسه، يعني قيد الدراسه كثير من الحلول